السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في هذه الحلقة. اليوم إن شاء الله أود أن أشارك معكم طريقة صنع لباس لهذا الإناء البلاستيكي بغطائه. كما تشاهدون سنحاول أن نزينه بالكروشي أو نصنع لباس له بالكروشي بغرزة الجيراني فقط. كما تشاهدون هنا نزينه بهذا الشكل، فالطريقة يعني سهلة جدا، تابعوا معي إلى النهاية. نبدأ هنا. وبالنسبة لإبرة الكروشيه التي سأشتغل بها هنا هي إبرة رقم 2.5، كما تشاهدون 2.5، وسأشتغل بخيط عادي، خيط يعني مناسب. المهم أن يكون مناسب للإبرة. أنا سأشتغل بهذا الخيط على واحد، و يعني سأمزج معه لون آخر هكذا يصبح يعني لون مثل هكذا كما تشاهدون. هنا سنحتاج وحدة مربع جيراني، شاركت معكم الطريقة عدة مرات في عدة فيديوهات. بالنسبة للغطاء فأنا اشتغلت بنفس وحدة الجيراني تقريبا هنا 10 دورات فقط حتى أحصل على الحجم الذي أريده، يعني كلباس لجهة لغطاء الإناء البلاستيكي. أنا هنا قبلا صنعت هنا ثقوب من أجل خياطة هذا الغطاء هنا جيدا. ننتبه ألا يكون الخيط من يعني لا نغطيه أيضا من التحت هكذا، لأن هكذا لن يغلق الغطاء على الإناء جيدا. فسأخيط هنا بإبرة خياطة، طريقة بسيطة جدا. أحاول أن أطبق اللباس على الغطاء وأخيط تقريبا من هنا. أحاول، أنا هنا وضعت الثقوب يعني متباعدة قليلا فيما بينها، هنا جهة الوسط. سأحاول أن أدخل الإبرة هنا وأحاول أن أعقدها جيدا، أعقدها مع الغطاء جيدا. ثم أمرر الإبرة بهذا الشكل إلى أن أصل تقريبا إلى هذه النقطة هنا. ثم أخيط هذه الجهة أيضا على الثقب، جهة الثقب كما تشاهدون، أخيطه أيضا جيدا. أحاول أن أخيط مرة أخرى. ثم أمرر مرة أخرى الخيط أو الإبرة داخل الغرز بهذا الشكل إلى أن أصل تقريبا إلى الجهة المقابلة للثقب هنا تقريبا. ثم أحاول أن أدخل الإبرة هنا بنفس الطريقة، يعني أحاول أن أخيط هذه الجهة أيضا بهذا الشكل مرة أخرى. كما تشاهدون هنا، فأتابع بهذه الطريقة. ولا أنسى يعني دائما جهة الركن، في جهة الركن جهة الجهات الأخرى، يعني كل جهة مقابلة للجهة المناسبة لها إلى النهاية. يعني رغم أنه يظهر أنه صغير قليلا، يعني ليس بحجم الغطاء، لكن في الحقيقة هو يعني بحجمه، لأن الكروشيه يتمدد كثيرا. فسنحتاج هنا تقريبا هنا 9 دورات. سنبدأ بالقاعدة وسنشتغل هنا لباس للإناء البلاستيكي.
فكما تشاهدون تقريبا بتسع دورات يكفينا كقاعدة. من بعد سنشتغل بدون زيادة، يعني دائما في مربع الجيراني هناك زيادة، ولكن في السطر العاشر تقريبا الدورة العاشرة لن نحتاج أن نضيف أي غرز. فهنا أنا سأشتغل عدد دورات حتى أحصل يعني على الارتفاع الذي أحتاجه من أجل غطاء هذا الإناء البلاستيكي. فنبدأ هنا، وصلت تقريبا هنا وربطت بغرزة منزلقة، فأبدأ بثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول، ثم في نفس هذه الحلقة أصنع العمود الثاني، العمود الثالث، وهكذا نحصل على غرزة جيراني. هنا أيضا غرزة جيراني، فهنا أشتغل أيضا غرزة جيراني، هنا أشتغل أيضا غرزة جيراني، وسأشتغل داخل كل هذه الحلقات غرز جيراني واحدة في كل حلقة إلى أن أصل هنا. وهنا أيضا سنشتغل ليست غرزة صدفة، سنشتغل أيضا غرزة جيراني، هنا غرزة جيراني، غرزة جيراني، غرزة جيراني، يعني في كل هذه الحلقات، يعني بين كل غرزة جيراني وغرزة جيراني، غرزة جيراني واحدة فقط، كي لا يكون يعني هناك أي إضافات أو زيادات في الغرز. هنا في النهاية نربط بواسطة غرزة منزلقة، وسنشتغل بنفس طريقة هذا السطر، يعني بين كل غرزة جيراني وغرزة جيراني غرزة جيراني واحدة. كما تشاهدون هنا دائما في غرزة صدفة هنا اشتغلنا غرزة جيراني واحدة فقط في الوسط، كي لا يكون هناك إضافة في الغرز. وكما قلت لكم سنشتغل بهذه الطريقة، طريقة الدورة الأخيرة، فقط بغرزة الجيراني بين كل غرزة جيراني وغرزة جيراني غرزة جيراني جديدة، وسنشتغل هكذا لعدة دورات حتى نحصل على الارتفاع الذي نحتاجه من أجل تغطية الإناء البلاستيكي. فسأشتغل أنا إلى أن أحصل على الطول الذي أحتاج وأعود إليكم. في النهاية نحصل على هذا الشكل كما تشاهدون. بنفس الطريقة الآن سنخيط الإناء البلاستيكي، سنضع له أو ندخله في اللباس هنا طريقة جيدة. هنا أيضا يظهر كأنه أصغر، لكن في الحقيقة هو يعني مناسب لأنه يتمدد كثيرا. أنا لا أريد يعني أن أصنع لباس مرتخي جدا، ضروري أن يكون هكذا كي يكون مناسب جدا. بنفس الطريقة أنا هنا وضعت هنا ثقوب متباعدة أيضا بنفس المسافة، تقريبا مسافة 3 سنتيمتر. كما تشاهدون هي تحت هذه الزيه هنا، وسنحاول ان نخيطها. نبدا من هنا كما تشاهدون، بهذا الشكل. هنا سننتقل مباشرة للثقب الآخر، ندخل فيه الإبرة ونخرج الخيط، نخرج عفوا الإبرة من هذا الثقب، ثم نخيط بنفس الطريقة. نأخذ هنا من الحاشية الجهة المناسبة، ثم نحاول أن ندخل في نفس الثقب، لكن يعني من ليس من نفس الغرزة، نذهب إلى غرزة أخرى هنا، ثم ندخل الإبرة إلى داخل هذا الثقب الصغير ونخرجه بهذه الطريقة. ننتقل إلى الثقب الآخر بنفس الطريقة، دائما نشتغل
نحاول أن ندخل إبرة هنا وهكذا. سنشتغل بهذا الشكل يعني على طول الدورة إلى أن نحصل يعني على شكل جميل. هنا سنحاول أن نزين جنبات هذا الغطاء. أنا سأشتغل هنا باللون أبيض، يمكن أن تشتغلوا يعني بأي لون متناسق مع الألوان التي اشتغلتم بها. سنبدأ من الجانب هنا مثلا، أربط الخيط ثم أشتغل هنا غرز سلسلة. تقريبا 3 غرز سلسلة، ثم أترك غرزة وأشتغل في الغرزة الأخرى هنا. تدر أشتغل في هذه الغرزة هنا، يعني أترك غرزتين فارغتين وأشتغل في الغرزة الأخرى وأصنع فيها غرزة صدفة. هنا الغرزة الصدفة ستكون مكونة اعتذر من 6 أعمدة، يعني العمود الثاني هنا، نشتغل العمود الثالث غرزة سلسلة، اعتذر نصنع العمود الرابع، العمود الخامس والعمود السادس. ثم أترك 1 2 فارغة، غرزتين فارغتين، أشتغل في الثالث وأصنع فيه غرزة عمود. بنفس الطريقة دائما تقريبا هنا نترك 1 2 ونشتغل في الثالث نصنع غرزة صدفة، مرة غرزة عمود ومرة غرزة صدفة مكونة من 6 أعمدة. أتدير هنا قليلا صعب اشتغال في الجانب، لكن يعني ليس صعب جدا. ثم العمود الرابع، العمود الخامس والعمود السادس. سنشتغل بهذه الطريقة على طول الدورة، مرة غرزة صدفة ومرة غرزة عمود، دائما بين غرزة صدفة وغرزة العمود غرزتين فارغتين دائما. نشتغل في الثالثة، نشتغل هنا عمود عادي كما تشاهدون. سنشتغل بهذه الطريقة على طول الدورة ثم أعود إليكم. في النهاية نحصل على هذا الشكل كما تشاهدون، كل الجوانب اشتغلناها بنفس الطريقة. ننتقل الآن إلى طريقة التزيين. أنا عندي هذه الفيونغا يعني موجودة عندي منذ وقت طويل. بالنسبة لهذه القطعة أنا يعني شاركتها معكم في فيديو قديم جدا، فيمكنكم يعني أن تزينوا بأي اكسسوارات متوفرة عندكم أو ورود بالكروشيه أو أي شيء. فأنا هنا سألصق هذه الفيونغا فقط بمسدس الشمع تقريبا هنا في الوسط، ومن الجوانب كذلك قليلا.
في النهاية نحصل على هذا الشكل كما تشاهدون. يمكن يعني أن نستغل هذه العلب في جمع أشياء كثيرة مثل أدوات التطريز أو خيوط أو أشياء أخرى كثيرة. أنا هنا سأستغلها من أجل جمع الأشياء الخاصة لابنتي في الخياطة، تطريز وأيضا الكروشيه، لأنها يعني تبدأ تتعلم قليلا. فهذه علبة جميلة صراحة. وأيضا اشتغلت بنفس الطريقة علبة لطفلي أو ابني بنفس الطريقة باللون الأزرق. وهنا يعني خدت أو ألصقت هذه القطعة، هي من التوب صراحة مطرزة، يعني اشتريتها فقط. ألصقتها أيضا بمسدس الشمع. فهذه العلب يعني جميلة في المنظر، وأيضا يمكن أن نستغلها في جمع أشياء كثيرة، خيوط كثيرة، إبر أو أدوات خياطة، أدوات الكروشيه أو غيره، يعني أو خاصة أيضا خيوط التطريز أو الخيوط العادية. فأسأل الله تعالى أن تكون حلقة اليوم مفيدة لكم، وسأترككم في رعاية الله إلى حلقة أخرى مقبلة مع مشروع آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.